أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج فضيلة الشيخ عظم التوحيد وتحقيق التوحيد، والمسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، ما معنى هذا فضيلة الشيخ؟ معنى لبيك يعني إجابة، التلبية هي الإجابة، لبيك أي أنا مجيب دعوتك، على لسان إبراهيم عليه السلام لما أذن بالحج، فهو يلبي هذا النداء وهذا الأذان بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.